دكتور عصام برضه في نفس السؤال بس بشكل اخر، انا هفترض اسوأ السيناريوهات في حاله التباطؤ والتخبط والبيروقراطيه اللي احنا عايشين فيها، ان هم قرروا ان هم مش هيقدروا في الانتخابات اللي جايه اللي هي شعب وشورى ان هم يسمحوا للمصريين في حاله التصويت، هل هيبقى في دائره الاتحاد اجراءات تشريعيه على طول تاجيل الانتخابات؟ انا هتديهم مهله لتنظيم اوراقهم لغايه الانتخابات الرئاسيه. احنا عندنا محامي قاعد معانا اهو هيحبس. انا بقول لك اهو من دلوقتي لو سمحت يا سياده المستشار، لو حصل ان الخمسه اللي احنا قدمنا فيهم القضيه ديت لو قالوا لا انا عايز قضيه ثانيه لو سمحت اه بينك وبين جمال ان تحبسهم لنا. هو طبعا الاحكام القضائيه ليها حجيه الامر النقدي، ولكن اذا كان بعض الجهات اللي منوط بها تنفيذ الحكم، لان القضيه دي اترفعت في مجلس الدوله شكل مستعجل وصدر فيها حكم، والحكم ده بينفذ من مسودته بدون اعلان، وعلى الجهات المنوط بها تنفيذ هذا الحكم. ولكن القانون برضه في حاله عدم تنفيذ اتصور مثلا انه في حبس يعني على بالظبط كده. هو القانون برضه نظم كل الاشياء في حاله عدم تنفيذ هذا الحكم القضائي، سمح للي هو المستفيد من صدور هذا الحكم ان يرفع جنحه مباشره على من منع او عطل تنفيذ هذا الحكم، لان هذا الحكم صدر من جهه تملك اصداره قانونا. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه يعني؟ يعني ليه حجيه الامر المقضي به واجب النفاذ من طريق النطق. طيب ولو نفذتي هتعمل ايه؟ جنحه مباشره على الحكم ده ايه؟ والحكم ده ايه؟ افرض ليه او عموما افرض ليها المشرع عقوبه الحبس. بس شكرا. في فوبيا من سيطرة الإسلاميين على البرلمان، الحمد لله 99% من مواقع الاجتماعات الإسلامية نازلة لأول مرة في تاريخها في المشاركة، السلفيين نازلين بتحالف، فرؤية المصريين في الخارج هل برضه عندهم فوبيا من سيطرة الإسلاميين؟ لا، هو مفيش حد عنده فوبيا في أي حاجة. اللي إحنا بنقوله إيه؟ إن إحنا عايزين انتخابات حرة نزيهة ليس أكثر ولا أقل. أنا مش ضد الإسلاميين ولا مع الإسلاميين. أنا راجل مسلم وبصلي وبصوم وبعمل الحمد لله كل شيء طلبوا مني الإسلام، ولكن أنا رجل ليبرالي، أنا شخصيا عصام عبد الصمد رجل ليبرالي، ولكن إذا جه في البرلمان إسلاميين 100% أنا أعديهم تعظيم سلام، مفيش مشكلة، طالما إن هم بيمثلوا الشعب ليس أكثر ولا أقل. ولكن طبعا أنا أتمنى إن يكون في مجلس الشعب خلطة جميلة ظريفة زي ما انت بتعملي كده اللي مش عارف الشوربه ولا ما اعرفش ايه كده، وتحط بقى شويه خلطه يمين وشمال كده عشان يبقى الطعم حلو يعني. هو بالنسبه للسؤال ده انسه، كان في تجربتين، تجربه في فلسطين في غزه وتجربه في الجزائر عام 92 لما الاسلاميين في الانتخابات اخذوا اغلبيه، وفي غزه اخذوا اغلبيه. الغرب كله انكر هذه الديمقراطيه عشان وصلت الاسلاميين للحكم. فما قول حضرتك في المعطيات الحديثه الان؟ هذا خلط في الاوراق. ازاي؟ في خلط في الاوراق، لان انت دلوقتي دخلت السياسه في الدين. انا لما بتكلم انا بتكلم بشيل الدين ده من القصه دي خالص. الاسلاميين دول مش جايين علشان يعلمني في البرلمان ازاي اصوم وازاي اتوضا. انا عارف لا لا، العمليه الانتخابيه يعني ادت لوصول حماس للحكم. لا، ما هو انت برضه سيادتك عندك عقل وفاهم وعارف ان الغرب عايز ايه ومش عايز ايه، بس ده الغرب احنا مالناش دخل بيه. طالما ان نجيب ناس من بره يبصوا على الانتخابات بتاعتنا زينا زي اي حته في الدنيا. في هنا ناس بيجي يقول لك ايه، لا احنا مش عايزين الرقابه الدوليه. العالم دي ما عندهاش فكره. الرقابه الدوليه مهمه جدا بالنسبه لك عشان ما حدش بعد كده يلومك في حاجه. لما تجيب انت رقابه دوليه ويطلع الاسلاميين يا شيخ 100% مش هيقدروا يفتحوا بقه، هيقول لك هو اهو ده كانت فعلا نزيهه، يبقى المصريين الشعب المصري عايز اسلاميين. خلاص، الرقابه الدوليه مهمه، هات الرقابه الدوليه وهات اسلاميين زي ما انت عايز، هنبقى تمام التمام. هو الان في مصر مش معترف بال يعني ما سمحوش بالرقابه الدوليه على الانتخابات القادمه. هذا خطا، بس هيسمحوا لما انتوا ترفعوا صوتكم كل واحد فيتكلم في هذا الموضوع هيسمحوا. الرقابة الدولية مهمة جدا.